السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الأول من دورة تعلم لغة CSS. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن سوف نقوم بمقدمة عامة عن لغة CSS. دونك وشنو هو CSS؟ ولا وجه CSS؟ وما هو اللي بروبليم اللي حلها من CSS؟ والCSS علاش يعتبر ان فايل اللي يعني يقوم ان اوريجيسترومون تري لارج تاع كود. دونك هذا واش راحين يعني هذو من الاربع نقاط ان شاء الله راحين يعطيونا ان انتروديكسيون شامله عن لغه السي اس اس. دونك السي اس اس هو اختصار لكلمه كاسكيدينغ ستيل شيت، يعني لو في دو ستيل اون كاسكاد. هذا هو الاختصار لكلمه سي اس اس. دونك السي اس اس واش يدير؟ يعني لونغاج سي اس اس اللي هو كاسكيدينغ ستيل شيت، هذا يعمل لنا واحد الديسكريبسيون ولا يشرح لنا كيفاش لي زاليمون تاع ال HTML يصرا لهم لافيشاج سوا في ان ايكرون سوا في لي بابي سوا في لي ميديا. يعني سي اس اس جا باش يدير لنا ديسكريبسيون ولا ينعت لنا واحد الديسكريبسيون على كيفيه لافيشاج تاع لي زاليمون HTML في لي زيكرون سوا تاع سوا لي زيكرون سوا لي بابي سوا لي ميديا. لي زيكرون سوا تاع البي سي سوا تاع التليفون سوا تاع الطابلات. دونك اوسي سي اس اس واش يديرنا؟ السي اس اس سيف، يعني يحفظ لنا كثير من العمل. يعني وسنتعرف على هذه النقطة كيفاش يحفظ لنا كثير من العمل انطلاقا من يعني النقطة الأخيرة من هذا الدرس إن شاء الله. ابري واش قال لك؟ كان كونترول ذا لاي اوت اوف ملتيبل ويب بيج اول ات وانس. صافي دير يقدر يكونترولي لا ميزون باج، يعني اللاي اوت تاعنا تاع بليزيور باج في لحظه واحده. يعني نقدروا نكريو ان سول فيشي ستيل وهو هذاك الفايل ستيل هذاك يتحكم لنا في بليزيور باج ويب. بالمناسبه هذه لا باج ويب انا كرييتها سو فورم CSS و HTML. HTML رانا درنا عليه دورة في هذه القناة، دورة كاملة عن دورة التعلم، يعني عن هذه اللغة لتعلمها، ونحن بصدد الدرس الأول من دورة تعلم لغة CSS. يعني هذا هو CSS، هذه لاباج تاعنا اللي كرينا هنايا اللي هو الكود تاعنا الأول في CSS. عفوا، دونك احنا هنا واش قلنا؟ قلنا بلي نقدروا نكرييو ان ستيل، يعني كاسكادين ستيل شيت، يعني ان فايل سي اس اس. هذا الفايل سي اس اس يقدر يتحكمنا في الباج اتش تي ام ال، هذه يقدر يتحكمنا في انوتر باج في انوتر باج في انوتر في بليزيور باج. هذا هو المعنى. وهاو الدوكيمون سي اس اس كيفاش راح يكون، يعني لانتروديكسيون، يعني مقدمه بدون ما نخشو في الديتاي. باذن الله سوف نعمل كل هذا الديتاي وراح نقوم بالفهم تاعو يعني على اكمل وجه. يعني هنا تعطي الاسم تاع الدوكيمون تاعك، انا عطيته a.css وتكتب الكود سي اس اس تاعك هنا. وهنا هذا الكود راح نتعلموه ان شاء الله في هذه الدوره، كيما تعلمنا هنا في الاتش تي ام ال كود اتش تي ام ال والاسم والدوت اتش تي ام ال. فوالا. دونك هنا قال لك يعني كيما كنا نحكيو، يعني ستيل شيت هذا اكسترنال، يعني يتخبى في فايل. يعني كيما كنا نحكيو هنا هذا ستيل شيت، هذا الفايل راح يكون في فايل دوت سي اس اس. هذا واش كاين يحكي هنايا؟ قال لك هنايا اكسترنال ستيل شيت، يعني ستيل شيت اكسترنال يعني خارجي، يعني خارجي معناتها خارج الدوكيمون اتش تي ام ال. هاو هنا خارج الدوكيمون اتش تي ام ال يكون في فايل دوت سي اس اس، وهو كذلك. دونك هذا هو التعريف تاع سي اس اس. دونك نروحو نشوفو واي يوز سي اس اس، يعني علاش نستعملو سي اس اس. دونك هذا يعني سؤال مليح، علاش نستعملوه؟ دونك قال لك سي اس اس يستعمل باش يعرف ستيل في الباج ويب تاعنا، ويدخل لنا الديزاين ويدخل لنا لاي اوت لا ميزون باج. يعني هادو تري امبورطون، يعني دخلنا اللاي اوت والديزاين ويعرف لنا ستيل تاع لا باج ويب تاعنا. يعني هذه الباج ويب تاعنا شكون دار لها ستيل، شكون دار لها الديزاين، شكون دار لها الميزون باج؟ هو هذا الفايل سي اس اس. يعني انا جيت كرييت دوكيمون اتش تي ام ال كما تعرفنا في الاتش تي ام ال، يعني عادي. شكون باغزوم دار ستايل دارها هذا الدوكيمون فايل سي اس اس، هو اللي دارنا ستايل. صافي دير
دار الميزون باج يعني دار لاي اوت. نشوفوا حنا لاباج تاعنا هذه سو فورم لاي اوت صافي دير دي كولوم افيشاج تاعها يصرا دي كولوم. شكون دار باغ اكزومبل هنايا لي كولور كما رانا نشوفوا هنا المارك يعني هذو كامل يتحكم فيهم شكون يتحكم فيهم سي اس اس. على هذه قلنا هو واش يعرفنا يعرفنا ستيل تاع الباج ويب تاعنا ويدخل الديزاين واللاي اوت الميزون باج. وعندو اون شوز تري امبورطون سي اس اس اللي هو الريسبونسيف ويب ديزاين ار دبليو دي. الار دبليو دي هذا هو من اختصاص سي اس اس. علاش؟ باسكو سي اس اس راهو كذلك واش يضمن ويدخل لا فارياسيون دافيشاج في ديفيرون ديفايس. يعني كي نديرو هذه لاباج تاعنا حنايا باغ اكزومبل هنا هذه درنا لها بسي اس اس يعني تحكمنا في ستايل تاع هذه لاباج تاعنا بالسي اس اس. اوني داكور فوالا اوني داكور. درك حنا نشوفو هنا لاباج تاعنا يعني كي نشوفو فوالا كي نحبو نتحكمو في وضع السمول شوف لاباج تاعنا كيفاش تجي يعني كوم ان تيليفون بورتابل. في وضع الميديوم يعني شوف في وضع الميديوم يعني تاع طابلت لاباج تاعنا كيفاش تظهر يعني رانا نشوفو كاين واحد الرياكتيف. وفي وضع الاكسترا سمول يعني في لورديناتور شوف لاباج تاعنا كيفاش تظهر. دونك هنا كاين واحد الرياكتيف والرياكتيف هذا هو الريسبونسيف. دونك حنا سي اس اس اللي استعملناه في لاباج تاعنا هذه يعني خلق لنا واحد الرياكتيف في لاباج. دونك هو عباره عن ريسبونسيف ديزاين ويب ديزاين. دونك فوالا عرفنا وشنو هو سي اس اس وعرفنا واش يخدم السي اس اس يعني درنا ستيل تاع لاباج تاعنا. درك نشوفو البروبليم اللي كان كاين وجا سي اس اس ودار الحل تاع هذا البروبليم. خلينا نقولوا باللي الاش تي ام ال يعني جامي كانت القصد تاع الاش تي ام ال ولا النيه تاع الاش تي ام ال انه يحتوي دي تاغ ودي باليز دو فورم باش يفورماتي الباج ويب. باغ اكزومبل حنا عندنا اي باج ويب هكذا يعني لي نيو اليمنت اللي كانوا في الاش تي ام ال تاعنا ماهوش النيه تاعهم باش يصرا ان فورماطاج تاع الباج ويب تاعنا. هادي جامي هادي اول حاجه لازم نزول. بار كونطر الاش تي ام ال لي باليز تاعو هذوك جاو باش يديروا لنا واحد الديسكريبسيون تاع واش تاع الكونتوني تاع الباج ويب. يعني حنا نستعملوا باغ اكزومبل نستعملوا الهيدر نستعملوا باغ اكزومبل الفورم نستعملوا مارك نستعملوا دونك بليزيور باليز تاع الاش تي ام ال جاو باش يدير لنا واحد ديسكريبسيون. كيما انا درت ديسكريبسيون في لاباج يعني درت هادو و مارك بلا باليز مارك اللي هي لا مارك اللي هي تاغ تاع الاش تي ام ال مش باش نفورماتي التكست تاعي النص تاعي مي باش ندير واحد ديسكريبسيون في التكست يعني باش هادو نحطهم بعين الاعتبار. فوالا دونك دوك نحكيو على البروبليم اللي كاين هنا وجات دبل في 3 سي بالسي اس اس ونحت هذا البروبليم. احنا هنا ايماجين كو عندنا باغ اكزومبل لا باليز فون وعندنا لاتريبي كولور تاع الاش تاع سي اس اس. هادو ايماجين حنايا في شاك باج في الاش تي ام ال 3 دو نحطو هاد الكولور نحطو الفون شاك باج بور لي ديفلوبور تاع الويب راح يخلق لهم كوشمار. علاش؟ باسكو لي بلي بار تاع الديفلوبور يديفلوبيونا شي واحد دي باج ويب تري لارج و هاسو مومولا مون شاك فوا حنا نحطو الفون كولور في باج فون كولور سا سا بخون دو طون ويكون اكسبنسيف يكون غالي بروسيسي هادي تكون غالية تكلفك غالية وتهزلك الوقت. دونك هذا البروبليم اللي وقع يعني تاع البروسيس تكون لونغ و اكسبنسيف جات دبل في 3 سي اللي هو الورد وايد ويب كونسورتيوم. هذا كونسورتيوم دبل في 3 جاو كريا سي اس اس. كي جاو كريا سي اس اس معناتها اوليو دي تهز الفون الكليرا تاعهم في كل باج ويب باج ويب باج ويب باج ويب باج ويب تكتبهم في ان سول باج دو ستيل شيت دوت سي اس اس اللي هي هذه تكتبهم في ان سول باج يعني وتتحكم لهم في بليزير باج تحكم في الباج هذه وباج زوجة الثالثة الرابعة الخامسة وتتحكم في بليزير باج اش تي ام ال. دونك هنا يعني جا سي اس اس نحنا البروبليم هذاك تاع نريبيتيو في شاك دوكيمون اش تي ام ال. كذلك سي اس اس جاو حل المشكل تاع واش وحل المشكل تاع الفورماطاج تاع
تاع الفورماطاج لي باليز لي فورماطيونا لي باليز اتش تي ام ال لي فورماطيونا الباج ويب تاعنا. جا هو ريموفا واش دار، يعني سيبريما الفورماطاج دو ستيل في الباج اتش تي ام ال. هذه ثاني نزوها بالاعتبار. دونك جا ودار حلين لدي بروبليم كانوا كاينين. ثاني قلنا اخر حاجه راح نتعلموها هي انه هو يحفظ لنا، واش يحفظ؟ يحفظ خدمه كبيره. علاش يحفظ خدمه كبيره؟ باسكو يعني هو بار ديفو يعني معرف ستيل، يعني لا ديفينيسيون تاع ستيل هي نورمالمون تكون ديفينيسيون تاع ستيل تكون خارج دوكيمون اتش تي ام ال. يعني كما رانا نلاحظوا هنايا ديفينيسيون تاع ستيل، هذا هنايا ستيل ديفينيسيون تاعو تكون خارج دوكيمون اتش تي ام ال. وكي تكون خارج دوكيمون اتش تي ام ال نقدروا من هذا الدوكيمون اكسترن دو ستيل هذا نقدروا نشونجيو لا في كامل تاع الباج ويب تاعنا سي جوست نشونجيو في الفايل هذا. ونقدروا نتحكموا في بليزيور باج ويب 1 2 3 4 من نفس الفايل دو ستيل دوت سي اس اس. دونك على هذه يعتبر يعني اوريجستري خدمه كبيره ولا ان غرون طرافاي، باسكو يعني نقدروا من نفس الدوكيمون نكتبوا كود كبير ونتحكموا في بليزير باج اتش تي ام ال. دونك هذا هو يعني باختصار السي اس اس. دونك هذه اخر حاجه في هذا الدرس. دونك هو اختصار السي اس اس، وهو هذه هي لانتروديكسيون ان شاء الله اللي راح تكون الكور تاعنا رقم واحد من هذه الدوره لتعلم لغه السي اس اس. ان شاء الله من انطلاقا من هذه المفاهيم الاربعه التي قد تم طرحها سوف نقوم بالدرس الثاني من هذه الدوره، نعمل ستارتينغ ديريكتومون لي سكريبت. صافي دير الكوداج ديريكتومون، نطرقوا في الكوداج ان شاء الله. هذه بتيت انتروديكسيون. الدرس الثاني ان شاء الله نقوم بالكوداج. دونك ليت ستارتينغ، ما بقى لي غير نقول لكم شنو. الى الدرس الثاني ان شاء الله من هذه الدوره. الى ذلك الحين استودعكم الله وسلام الله عليكم.